السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجأة كده وانت قاعد على التليفون وفجأة لقيت إشارة الواي فاي متفصلة وقام عامل ربط من تاني وكل شوية بيعمل معاك الحركة دي أو بيعكسك التليفون في الحركة دي. فدلوقتي عايزين نحل المشكلة إن إشارة الواي فاي عمالة بتروح وتيجي في التليفون، حتى كمان كل الشبكات مستقرة مع التليفونات التانية، لكن معاك أنت بتلاقي الإشارة عمالة بتروح وتيجي، وهنحل كل ده مع بعض. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. مبدئيا كده خلينا نتجه معانا على التليفون بتاعنا. كل عليك بس بتنزل كده بالاشعارات وبتضغط عندك على علامة الواي فاي وبتعمل تفاصيل، ومن هنا بتروح عندك على العلامة اللي موجودة فوق دي او الثلاث نقط اللي موجودين فوق، بتضغط عليها ضغطة، وبعد كده بتختار حاجة هنا اسمها الضبط المتقدم، ومن هنا بتلاقي في حاجة اسمها هوت سبوت 2.0. كل عليك بس انك بتعمل لها ايقاف، دي علشان ما يعملش اتصال بالشبكات التلقائية او حد يعمل اتصالات في الشبكة بتاعتك انت ما دام انت متصل على شبكة واحدة، فدي علشان ما يعملش تشتت بين الاتصالات في الرواتر التانية او الاكسسات التانية. طيب دي الطريقة الاولانية. الطريقة التانية ممكن تعمل ايه؟ بتروح عندك على الكمبيوتر زي ما انت شايف كده، بتلاقي في حاجة هنا علامة موزع الواي فاي، اعمل لها تشغيل، وهتلاقي في حاجة اسمها SSED 1، ده بيعمل تمكين بدمج الهرتز او النطاق ال 2.4 وال5 هرتز، بتعمل لها تفعيل، وبعد كده بتعمل عملية تفعيل العملية اللي انت شايف قدام دي كده. فدلوقتي بعد ما يكون قال لك هنا تمت العملية بنجاح، بتروح عندك على حاجة اسمها هنا اعدادات متقدمة، بتنزل تحت كده شوية، بتدور على شبكة ال 2.4 هرتز او ال 2 هرتز، بتلاقي في حاجة اسمها تردد القناة تلقائي، لا انت خليها اي تردد قناة يعجبك، بحيث ان هي ما يعملش تشتيت على الهواتف اللي هي بتدعم ال 2 هرتز. يعني مثلا ممكن يكون التليفون بتاع ده بيدعم 5 هرتز وممكن يدعم 2 هرتز، فاحنا دلوقتي هنلعب على ال 2 هرتز بحيث انك تغير التردد بتاع القناة بتاعها، وبعد كده بتعمل تم. وبكده انت بالفعل حليت المشكلة ان اشارة الواي فاي بتروح وتيجي عندك على التليفون. فانت لو احتجت اي حاجة او تفاصيل اكتر حابب تعرفها تقدر تتواصل معايا في التعليقات بتاع الفيديو، واشوفكم في حلقة جديدة ودمتم بخير، مع السلامة.